لنسجل سويا بأحرف من نور هذا الحفل التكريمي لتوزيع الجوائز على الفائزين والفائزات في المسابقة الحديثية. ودانية عليهم ظلالها. الحديث الذي رواه البخاري ورواه الإمام مسلم أيضا وهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. أسأل الله أن تكون هذه اللحظات نورا لنا على الصراط يوم القيامة. السادة المشتركون بشوق لرؤية شباك الحبيب صلى الله عليه وسلم. طبعا الحاصل على هذه القرعة أحمد عبد السلام صالح. درجة خير. حضرنا اليوم في جامع الصائغ في حي البلديات ما جادت به قرائح الحافظين والحافظات لمئتي حديث شريف من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وقد اجتمع لدينا حفاظ كثار مع إتقان عظيم كريم، وقلما يكون في البلدان هذه مثل هذه التي جرت، وحاز بعض الكثير منهم على درجة 100 سواء كان من الشباب أو من البنات. نعم، وقد عمنا الفرح والسرور وغمرنا الخير، ونسأل الله تعالى أن يتم نعمه، وقد انتخب منهم 10 وتم بأحد عشر، صار 11 كوكبا للذهاب إلى العمرة المشرفة وأداء مناسكها. تقبل الله منهم مبارك فيكم أجمعين. كانت هذه المسابقة في الحديث النبوي الشريف 200 فيما اتفق عليه شيخان، وقد جرت القرعة للفائزين 10 الأوائل الذي حققوا درجة 100%، وكان نصيبهم العمرة إلى بيت الله الحرام من عن طريق شركة مقدمة من الموصل من المتبرعين الذين يريدون الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى ليس من الناس. لذلك نشكر هذه الشركة ونشكر جهود الوقف السني، نشكر مشيخة الحديث العراقية على هذه النشاطات التي تقوم بها في مدينة الموصل لإحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عسى أن تشفع لنا هذه أحاديث النبي وخدمة السنة النبوية وخدمة الدين الإسلامي وخدمة القرآن الكريم في مدينة الموصل. اليوم ونحن في هذا المسجد الكريم لنكرم الذين حفظوا 200 حديث من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، والجائزة هي زيارته عليه الصلاة والسلام، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أصالة هذه المدينة ومتانة دينها. وكل هذا الأمر القاعدة التي تقول إن الدنيا جبلت على ظلمات والإنسان بأمس الحاجة فيها إلى نور، والنور هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. نينوى هنيئا لها بأنها تفتخر ليس فقط في خدمة كتاب الله تبارك وتعالى، بل إنها تفتخر أنها في خدمة الحديث النبوي الشريف. المشاركين كانوا قرابة 250 مشارك، كلهم شاركوا في هذه المسابقة وأجرت القرعة على 10 منهم وكانوا فائزين بهذه المشاركة. مشكورة جهود المشايخ، مشيخة الحديث العراقية، مشكورة كل المشايخ الذين اليوم أظهروا لنينوى أنها محبة لكتاب الله، محبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنيئا للجميع، أدام الله الأمن والأمانة على هذه المدينة المباركة. أطلقت مشيخة الحديث العراقية فرح نينوى وهذه المسابقة قبل شهرين تقريبا، وأجرى الامتحان قبل 10 أيام تقريبا، وقد حصلت على درجة 100 ولله الحمد، واليوم الحمد لله طلع اسمي أحد الفائزين. ونشكر المتبرعين الذي تبرعوا بالجوائز، وسنذهب إن شاء الله عمرة إلى بيت الله الحرام. الحمد لله رحت قدمت وامتحنت وحصلت درجة 99، وهنا عد أول اسم وثاني اسم، قلت بلكت يطلع ثالث اسم يجي، قلت والله يعني
من الله إذا طلعت، فالحمد لله طلعت وإن شاء الله على بيت الله المقدس. أنا اليوم شاركت ب200 حديث، حافظة 20 جزء من القرآن، وإن شاء صح ما حصلنا على مركز، بس إن شاء الله المسابقات الأخرى نفوز يعني، وأعطونا شهادات تقديرية.